مساء الخير، أهلا بيكم، أهلا بيكم. نجتمع مع بعض، تعالوا نقف مع بعض كده، نبص على مزمور 33 ونقرأ عدد قليل منه، نتأمل فيها من عدد 12 لغاية الآخر. مزمور 33. طوبى للأمة التي الرب إلهها، الشعب الذي اختاره ميراثا لنفسه. من السماوات نظر الرب، رأى جميع بني البشر، من مكان سكناه تطلع إلى جميع سكان الأرض، المصور قلوبهم جميعا، المنتبه إلى كل أعمالهم. لن يخلص الملك بكثرة الجيش، الجبار لا ينقذ بعظم القوة، باطل هو الفرس لأجل الخلاص وبشدة قوته لا ينج. عدد 18 جميل، تعالوا نقوله مع بعض. هوذا عين الرب على خائفيه الرجين رحمته، لينجي من الموت أنفسهم وليستحيهم في الجوع. تعالوا نقوله تاني. هوذا عين الرب على خائفيه الرجين رحمته، لينجي من الموت أنفسهم وليستحيهم في الجوع. أنفسنا انتظرت الرب، معونتنا وترسنا هو، لأنه به تفرح قلوبنا، لأننا على اسمه القدوس اتكلنا. لتكن يا رب رحمتك علينا حسبما انتظرناك. استأذنك بص على الكلمات دي تاني كده، يقولك كده طوبى للأمة اللي الرب إلها، يا بخت الشعب اللي الرب اختاره ميراث لنفسه. قول رب أشكرك لأننا من شعبك، أنا أشكرك يا رب لأننا من شعبك، وانت شايفني وعرفني كويس. احنا نرى يا رب النهاردة رحمتك. شعبك هو يا رب اللي يعرف يرى رحمتك. شعبك يا رب هو اللي يعرف يدوق رحمتك في الوقت الصعب. شعبك يا رب ولادك هم اللي يعرفوا يفهموا يشوفوا رحمة رب. عشان كده عدد 18، هو ذا عين الرب على خائفي الرجين رحمته، عين الرب على خائفي الرجين رحمته، ينجي من الموت أنفسهم وليستحيهم في الجوع. أنفسنا انتظرت الرب، نفسي انتظرت الرب، معونتي وترسي هو. الرب أنت معونتي، أنت ترسي، أنت معونتي، أنت رب عزي وترسي، علي اتكل قلبي. قول رب النهاردة أنا بتكل عليك بكامل، بتكل عليك بكامل. أنت تنجي من الموت نفسي، لينجي من الموت أنفسهم، لينجي من الموت أنفسهم. هو ذا عين الرب على خائفيه الرجين رحمته. يا رب إحنا النهاردة عينين عليك أنت، عينين عليك أنت. أنفسنا انتظرت الرب، معونتنا هو، لأنه به تفرح قلوبنا حتى في الوقت الصعب، في وقت الظلام، في وقت الدنيا دوشة وجديدة. أنا شايف الرب، شايف إحسانات الرب، شايف وجود الرب، شايف معاملات الرب، شايف صلاح الرب، شايف أمانة الرب. يا ضابط الكل يا بابا الجميع، في ايديك الكل لا يفقد ولا يضيع. يا ضابط الكل يا بابا الجميع، في ايديك الكل لا يفقد ولا يضيع. تسند وتبدل النوح بالترنيمات، يترد لينا اللي راح بالتعزيات. تسند وتبدل النوح بالترنيمات، يترد لينا اللي راح بالتعزيات. يا غاني الكل حل تاني بالأفراح في بيتك، يا رب البيت طل
دي عيون الكل، دي عيون الكل بالدموع تترجاك، وإيدين الكل ارفع ايدك كده استأذنك، ارفع ايدك قول يا رب احنا عايزينك، عيوننا عليك منتظرينك في الوقت ده نشوفك، المس بالروح يا الهنا، المس بالروح الجميع يغتني، تغني بالروح المهدوم يتبني، المس بالروح الجميع يغتني، تغني بالروح المهدوم يتبني، يا بني الكل حل تاني بالافراح، خلي وسطينا يا الهنا يا رب، طل فينا ورجعنا تاني بيتك، يا بني الكل حل تاني بالأفراح في بيتك، يا رب البيت طل فينا ورجعنا تاني بيتك، اهدم وانقض ما بناه الشيطان، اهلك واقلع ما زرع من الزوال، اهدم وانقض ما بناه الشيطان، اهلك واقلع ما زرع من الزوان، وازرع فينا بر وشوق للصلاه، وابني فينا مسكن مقدس في ترتاح، وازرع فينا بر وشوق للصلاه، وابني فينا مسكن مقدس في ترتاح، استاذنك بس ارفع ايدك كده الرب، محتاجينك محتاجينك يا رب، محتاجينك محتاجينك يا رب، محتاجينك قوي يا بني الكل، حل تاني بالافراح، تعالى تاني، تعالى تاني يا رب وسطينا، تعالى رب تاني وسطينا، افتح حنينا كل رب حد فقد رجاء، كل حد فقد الرجاء، كل حد يئس، كل حد تعبان، كل حد مريض، يا الهنا حل تاني بالافراح يا رب وسطينا، تعال يا رب حل تاني بالافراح يا رب وسطينا، تعال يا رب حل تاني، تعال يا الهنا، تعال تعال تعال، منتظرينك يا رب، منتظرينك 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 يا رب، نيجي قدامك يا رب باتضاع يا رب باتضاع، نقولك يا رب انت يا رب رجائنا، انت رجائنا، انت رجائنا، انت رجائنا يا الهنا، انت رجائنا، انت رجائنا يا الهنا، ليس لنا غيرك، قول ملناش غيرك يا رب، مليش غيرك، انا مليش غيرك، مليش غيرك يا الهي، تعال تاني، تعال تاني، تعال تاني وسطينا، نثق يا رب ان انت تيجي بسنده، تيجي بتعزيه،
تيجي بفرح يا رب علينا حتى في الوقت الصعب. ارفع ايدك كده وصلي حتى لو انت تتفرج علينا. قول يا رب لا عايزك، لا عايزك، مش عارف اعملها لوحدي. يا الهي يا الهي، انفسنا انتظرت الرب معونتنا، وترسي ترسي هو، لانه به تفرح قلوبنا زي ما كنا بنقرا. بيك يا رب نفرح يا رب، بيك يا رب نتعزى يا رب، بيك يا رب نتعزى. ملناش غيرك يا إلهنا، ملناش غيرك. ملناش غيرك، انت إلهنا الحي يبنترجى، جايين ناحية قلبك بابا الكل منحنا صلاة. ملناش غيرك، انت إلهنا الحي يبنترجى، جايين ناحية قلبك بابا الكل منحنا صلاة. رافعين قلوبنا إليك يا فتح لنا باب الرحمة، ندخل من حب اللي دي رفعين قلوبنا إليك يا فتح لنا باب الرحمة، ندخل نحب الإيدين الممدودة لنا الحياة. ملناش غيرك، انت إلهنا الحي نترجى، جايين ناحية قلبك بابا الكل منحنا صلاة. ملناش غيرك، انت إلهنا الحي نترجى، جايين ناحية قلبك بابا الكل منحنا صلاة. يا أبانا يا متكلم، من غيرك انت يحن، ومن يجدد أملنا لحياة بالإرضا. يا أبانا يا متكلم، من غيرك انت يحن، ومن يجدد أملنا لحياة. والشكر والدعاء، انت الاله اللي قل لن يخزى منتظريا، منتظرة نفسي ورجاؤه بالحمد لك ودعاء. ملناش غيرك، انت الهنا الحي بترجى، جايين ناحية قلبك بابا الكل منحنا صلاة. ملناش غيرك، انت الهنا الحي ترجى، جايين ناحية قلبك بابا الكل منحنا صلاة. يا إلهنا حرر وحل من كل ربط الخطية، وامسك إيدين اللي زل ولا تنساش اللي تاب. يا إلهنا حرر وحل من كل ربط الخطية، وامسك إيدين اللي زل ولا تنساش اللي دا. ملناش غيرك، انت إلهنا الحي نترجى، جايين ناحية قلبك بابا الكل منحنا صلاة. ملناش غيرك، انت إلهنا الحي نترجى، جايين ناحية قلبك بابا الكل منحنا صلاة. عدي وزور، عدي وزور اللي مل أو كل تحت المرض، واشف المطروح وكل من سل. ارفع ايدك كده وانت بتصلي الصلاة. عدي وزور اللي مل أو كل تحت المرض، واشف المطروح وكل من صدق. كمان مرة، عدي وزور، عدي وزور اللي مل أو كل تحت المرض،
وشف المطروح وكل من صدق إن الشفاء ملناك غيرك انت إلهنا الحي بترجاك جاي نحيي قلبك بابا الكل إن احنا صلاة ملناك غيرك انت إلهنا الحي بترجاك جاي نحيي قلبك بابا الكل إن احنا صلاة إلهنا عظيم وأمين وحافظ عهده سنين والسنين بيطعم شعبه في برية ويطلق أسره ومسبيه إله دانيال ورب داود نؤمن إنه مازال موجود ينجي عبيده حسب وعده يا فادي من الحفرة حياتنا وعدنا لسه ما هتاخدنا بنعلم ان ايماننا فيك واليوم انقرنا بصاحبتي بنظرة حب تلوفنا ونرجع تاني توبه اليك يا الهنا تشهد لك وتقول يا رب ما لكش مثيل. قبل ما نقعد بس قول يا رب انت امين وصالح ما لكش مثيل. الهنا صالح امين نشكرك بنشكرك بنشكرك بنعليك وبنرفعك نسبح اسمك ونعليك يا الهنا مبارك اسمك ليك كل المجد ليك كل المجد امين. تفضل عضو نسمع كلمة الرب على لسان دكتور ماهر صمويل. كالعادة أحبائي أشتاق معكم أن يتكلم الرب إلى قلبي في أيام صعبة وظروف صعبة نحتاج إلى أن يرسل الرب كلمته إلينا
فيشفينا. لا أعتقد أن هناك شيء من الممكن أن يخلق فينا حالة من العزاء والتشجيع كما تخلقه كلمة الله. الرسول يقول لكي يكون لنا تعزية قوية بما في الكتب، فالكتب تحمل لنا تعزية قوية. في إطار موضوع الكنيسة هذا الأسبوع، لا أترككم يتامى، استأذنكم نقف مع بعض وإحنا بنسمع هذا الأصحاح العظيم، إنجيل يوحنا الأصحاح 14، وهقرأ مش كل الأصحاح لكن أبدأ من العدد الأول من يوحنا 14 وحتى العدد 21. يقول المعلم لتلاميذه في الليلة التي أسلم فيها: لا تضطرب قلوبكم، أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي، في بيت أبي منازل كثيرة، وإلا فإني كنت قد قلت لكم. أنا أمضي لأعد لكم مكانا، وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وأخذكم إلي، حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. وتعلمون حيث أنا أذهب وتعلمون الطريق. قال له توما: يا سيد، لسنا نعلم أين تذهب، فكيف نقدر أن نعرف الطريق؟ قال له يسوع: أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. لو كنتم قد عرفتموني لعرفتم أبي أيضا، ومن الآن تعرفونه وقد رأيتموه. قال له فيلبس: يا سيد، أرنا الآب وكفانا. قال له يسوع: أنا معكم زمانا هذه مدته ولم تعرفني يا فيلبس؟ الذي رآني فقد رأى الآب، فكيف تقول أنت أرنا الآب؟ ألست تؤمن أني أنا في الآب والآب في؟ الكلام الذي أكلمكم به لست أتكلم به من نفسي، لكن الآب الحال في هو يعمل الأعمال. صدقوني أني في الآب والآب في، وإلا فصدقوني لسبب الأعمال نفسها. الحق الحق أقول لكم: من يؤمن بي فالأعمال التي أنا أعملها يعملها هو أيضا، ويعمل أعظم منها، لأني ماض إلى أبي، ومهما سألتم باسمي فذلك أفعله، ليتمجد الآب بالابن. إن سألتم شيئا باسمي فإني أفعله. إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي، وأنا أطلب من الآب فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم إلى الأبد، روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يرى ولا يعرفه، وأما أنتم فتعرفونه لأنه ماكث معكم ويكون فيكم. لا أترككم يتامى، إني آتي إليكم. بعد قليل لا يراني العالم أيضا، وأما أنتم فترونني. إني أنا حي فأنتم ستحيون. في ذلك اليوم تعلمون أني أنا في أبي وأنتم في وأنا فيكم. الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي يحبني، والذي يحبني يحبه أبي، وأنا أحبه وأظهر له ذاتي. آمين. هذه هي كلمة الرب. تفضل. إنجيل يوحنا من أصعب المواضع في الكتاب المقدس، التي أجد شخصيا صعوبة كبيرة في فهمه. وإذا كان هناك أصحاح أرهقني في إنجيل يوحنا
فيوحنا 14 ويوحنا 17 من أصعب الأصحاحات في إنجيل يوحنا التي أشعر أن بها وفيها أعماق ليس من السهل الوصول إليها، لكني سأحاول بنعمة الرب أن أشارككم ببعض الأفكار التي كانت ولم تزل سبب تعزية قوية لي، لعل الرب يستخدمها لتعزيتكم أيضا. الشيء الأول اللي أحب أشير إليه هو علاقة إنجيل يوحنا بالعهد القديم كمقدمة صغيرة مبدئية. إنجيل يوحنا مرتبط بعمق بقصة الخلق وبقصة الفداء. أشير إلى بعض الأشياء التي تساعدنا في فهم هذا النص الرائع: لا أترككم يتامى، إني آتي إليكم، إني أنا حي فأنتم ستحيون. تذكروا يا أحبائي أنه في مطلع سفر التكوين أصحاح 1، في البدء خلق الله السماوات والأرض، وينتهي هذا الأصحاح العظيم فأكملت السماوات وكل جندها واستراح الله في اليوم السابع. في إنجيل يوحنا يبدأ أيضا الأصحاح الأول: في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. كل شيء به كان، بغيره لم يكن شيء مما كان. وكأنه يأخذنا إلى الخليقة أيضا، لكن ينتهي إنجيل يوحنا قصة يسوع. في إنجيل يوحنا الرب يهوى الخالق وهو على الصليب يصرخ بأعظم كلمة: قد أكمل، تتلستاي. نفس الكلمة التي قيلت في نهاية أصحاح الخليقة: أكمل عمل الخلق، وعلى الصليب أكمل عمل الفداء. في منتصف أصحاح الخليقة العظيم نرى أن قمة هذا الأصحاح تصل إلى الإنسان في عدد 26: نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا. وكأن الله يعد الهيكل ويتوج فيه ملكا كاهنا هو الإنسان في قلب هذا الهيكل الكوني. في منتصف يوحنا 1:14: الكلمة صار بشرا وحل بيننا، ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا. وهكذا يمكنني أن أسترسل كيف أن العهد القديم يحمل رموز رائعة جدا للقصة الكبرى العظيمة، وكيف أن إنجيل يوحنا بالذات يرينا الرب يسوع باعتباره الخالق والفادي. في يوحنا 2 نجد الهيكل، والهيكل هو مكان الإعلان الإلهي ومكان أيضا السكنة الإلهية مع البشر. في الهيكل يحل الله مع البشر. والرب يسوع في يوحنا 2 يتكلم وكأنه ينقلنا إلى سفر الخروج، عندما قال الرب لشعبه وطلب من موسى أن يصنعوا له مقدسا لكي يسكن في وسطهم، أسكن بينهم. في يوحنا 2 الرب يسوع يدخل الهيكل ويتكلم عن الهيكل ويقول: بيت أبي، جعلتم بيت أبي بيت تجارة. ثم ينقلهم إلى الهيكل الحقيقي وهو هيكل جسده، فيقول لهم: انقضوا هذا الهيكل وفي 3 أيام أقيمه. أكتفي بهذا كمدخل في إنجيل يوحنا. حابب أقول أن القصة الكبيرة قصة فداء الله لخليقته، ومشروع الفداء العظيم نراه من بداية هذا الإنجيل. لكن عاش التلاميذ مع يسوع في إنجيل يوحنا أكثر من 3 سنوات، حتى أتت هذه اللحظة المرعبة، هذه الليلة
الليلة الليلاء، ليلة الليالي في ظلامها وثقلها، عندما ابتدأ الرب يسوع يصارحهم بأنه سيتركهم، ولن يتركهم تركا عاديا، لكنه سيموت، سيؤخذ منهم، بل الأكثر من هذا أن واحد منهم سيسلمه، وزعيمهم وأولهم سوف ينكره. تخيلوا الجماعة البسيطة الصغيرة اللي مداركهم ومفاهيمهم اللاهوتية لا تختلف كثيرا عن صحيح أتقياء ومخلصين، لكن مفاهيمهم لم تزل مفاهيم يهود أتقياء. يفاجئهم المسيح الملك بهذا الكم المزعج من الأخبار اللي يتعارض ويتناقض تماما مع توقعاتهم. نحن في شوق للمسيح الذي يملك، نحن في شوق للمسيح الذي يخرج الرومان من أرضنا ويحررنا من العبودية ويعيد مجد مملكة أبينا داود. لست أنت الذي هتفنا له جميعا أوصلنا لابن داود هوشعنا، إنه سيخلصنا. والآن نسمعك تتكلم عن موتك وعن خيانة عظمى من داخلنا وعن إنكار لك وعن صليب سترفع عليه. كانت ليلة مرعبة وأخبار مزعجة بالنسبة لهم، طربت قلوبهم، خافوا جدا، انزعجوا. لكن هنا أيضا يا إخوتي أعود إلى سفر الخروج لأرى خروج الشعب من العبودية والذل إلى أفاق جديدة، إلى عالم جديد، إلى أرض جديدة. وبشوف أن الرب يسوع في الليلة دي وفي الأصحاح ده بالذات في يوحنا 14 كان يحاول أن يأخذ الشعب روحيا إلى تلك الأرض الجديدة وإلى هذا العالم الجديد الذي سينقلهم إليه. أستشعر في كلماتي خروج 14. في خروج 14 كان الشعب في ليلة مرة أليمة للغاية، كان البحر أمامهم والعدو وراءهم، وضاقت نفوسهم للغاية وقالوا قد استغلق علينا القفر سنهلك. لكن العبارات الشهيرة في سفر الخروج أصحاح 14 اللي معظمنا يمكن حافظها، قال لهم موسى هذه الكلمات: قفوا وانظروا خلاص الرب. خروج 14:13. فقال موسى للشعب: لا تخافوا. يسوع في يوحنا 14: لا تضطرب قلوبكم. موسى يقول للشعب: لا تخاف، في نقلة جديدة هتحصل. صحيح في ليلة مرعبة، بس على فكرة الليلة المرعبة دي سيعبر أمامكم عمود النار، سيدخل أمامكم في البحر الأحمر عمود السحاب، الرب سيشق البحر أمامكم وأنتم ستعبرون على حسابه. فقال موسى للشعب: لا تخافوا، قفوا وانظروا خلاص الرب الذي يصنعه لكم اليوم، فإنه كما رأيتم المصريين اليوم لا تعودون ترونهم أيضا إلى الأبد. الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون، أنا أمضي لأعد لكم مكانا، وإن مضيت وأعددت المكان آتي أيضا وأخذكم إلي. إن هذه الليلة ليلة صعبة فعلا، لكني أبشركم يا تلاميذي الأحباء، لستم أنتم الذين ستواجهون العدو، لستم أنتم الذين ستخوضون في غمار البحر وسواد الليل. أنا سأمضي بمفردي، أنا سأشق البحر أمامكم، أنا أعد لكم مكانا وسأخذكم إلي، وحيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. إن أبوكم السماوي عتيد أن يعمل أعظم أعماله، سينقلكم من عالم العبودية، من عالم الموت، من عالم الذل، من عالم إبليس، إلى واقع روحي مختلف، واقع روحي جديد. لا تضطرب قلوبكم، لا تخافوا.
فعلا في خروج 15 بعدما عبروا كانوا بيغنوا هذه الأغنية في عدد 13: ترشد برأفتك الشعب الذي فديته، تهديه بقوتك إلى مسكن قدسك. عدد 17: تجيء بهم أخذكم إلي، تجيء بهم وتغرسهم في جبل ميراثك، المكان الذي صنعته يا رب لسكنك، في بيت أبي منازل كثيرة، أنا أمضي لأعد لكم مكان، وإن مضيت وأعددت المكان آتي إليكم، آتي وأخذكم إلي حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. المكان الذي صنعته يا رب لسكنك، المقدس الذي هيأته يداك يا رب. قصة خلاص بني إسرائيل كانت مجرد رمز لقصة خلاص أعظم، وكان المسيح في هذه الليلة كموسى الذي يطمئن الشعب: لا تخافوا، الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون. وإن شئنا الدقة يقول: أنا سأقاتل عنكم وأنتم تصمتون. بعدما أنهى الرب هذا الحديث خرج معهم إلى جبل الزيتون، وهناك ألقوا القبض عليه، وكانت أول كلمة قالها الرب ليهم لما جم عليه في البستان ورأى التلاميذ في حالة الذعر: من تطلبون يسوع الناصري؟ إن كنتم تطلبونني فدعوا هؤلاء يذهبون. ومضى يسوع بمفرده إلى الصليب لكي يصنع الخلاص العظيم، والذي على أساسه يتم الانتقال العظيم لواقع روحي جديد. يوحنا 14 من وجهة نظري الضعيفة أعتقد أنه يتكلم عن الواقع الروحي الجديد الذي يستطيع المسيحي أن يعيش فيه الآن. لماذا غاب هذا الفكر عنا؟ لأننا ركزنا على فكرة السماء في هذا الأصحاح، وتجاهلنا أن معظم الأصحاح يتكلم عن مجيء الروح القدس وعن سكناه فينا وعن تحول رائع يحدث في حياتنا. ندرك أن ليس فقط الابن في الآب، لكن نحن أيضا في الابن والابن أيضا فينا. نسينا أنه يتكلم عن فترة حياتنا الحاضرة التي فيها يقول: إن الأعمال التي أنا أعملها صدقوني إن من يؤمن بي يعملها ويعمل أعظم منها. اختزلنا الأصحاح إلى فكرة مادية، وكأنه في بلغة اليومين دول كومباوند جميل قوي فوق، وفي بيوت كتيرة قوي، ودينا قاعدين حاطين إيدينا على خدنا مستنين لما يجي وينقلنا للبيوت الجميلة، ولغاية ما يجي كل اللي بنعمله إن احنا قاعدين نغني ونقول له: في انتظارك أغني، وديني مستني إنك تيجي. لكن لا أعتقد أن هذه الصورة دقيقة بالمرة. المسيح لم يتكلم عن السماء مرة واحدة في هذا الأصحاح، ولا مرة ذكر السماء، لكنه تكلم عن الآب 25 مرة. إنه يتكلم عن واقع روحي، عن واقع إنجاز لي أن أقول بيت أبينا، عالم أبينا، سأسحب هذه الكلمة بعد لحظات، عالم بيت أبينا، هذا العالم المختلف عن هذا العالم. آخر كلمة في هذا الأصحاح، اسمعوا الكلمة: في الأول في بيت أبي منازل كثيرة، أخذكم إلي، مش للمنازل، حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. ليس أحد يأتي إلى الآب، مش يأتي إلى السماء، يأتي إلى الآب إلا بي. فيسوع الطريق للآب ولبيت الآب لواقع روحي عظيم وجديد وموجود الآن، وتستطيع أن تنتقل إليه بعمل الروح القدس الآن. لسنا في انتظار فعل حرفي سوف يحدث، فمجيء المسيح حقيقة سوف تحدث،
لكننا نستطيع قبل أن يأتي المسيح أن نعيش الواقع الروحي الجديد في الابن والابن فينا، ونأتي إلى الآب ونستمتع. اسمع، في بيت أبي منازل كثيرة، بس اللي يحبني ويحفظ كلامي أنا أحبه وأبي أحبه. حتى فاكر كمالة الآية؟ وإليه نأتي وعنده نصنع. يعني قبل ما تروح المنزل، المنزل نفسه يجي لك. لن أجلس حزينا كئيبا في عالم الموت وعالم المرض وعالم الوباء منتظرا هذا الحدث العظيم الذي سوف يحدث وأنتظره بشوق وأشتاق إليه. لكن إلى أن يتحقق شوقي بمجيء المسيح، هناك واقع رائع جدا يمكنني أن أعيش فيه من الآن. فقبل أن أحتل مكاني هناك الذي لا أعرف عنه الكثير، أعرف أن الآب والابن يخلقان ويبنيان ويصنعان منزلا عندي هنا والآن. هل يا أخوتي الأحباء نؤمن بهذا؟ وهل نشتاق إلى هذا؟ هل الموضوع ده يشغل بالنا أنه تحصل نقلة روحية في حياتي من عالم إبليس إلى بيت الآب؟ يبدأ الأصحاح في بيت أبي منازل كثيرة، ينتهي الأصحاح، اسمع، رئيس هذا العالم يأتي وليس له في شيء. رئيس هذا العالم يأتي. المقابلة هنا بين بيت الآب وبين رئيس هذا العالم. العالم ورئيس الآب وبيته. يوحنا 14 بيتكلم عن هذا الانتقال العظيم، النقلة الروحية الجبارة التي يعملها المسيح ويعملها الروح القدس بأن ينقلنا إلى واقع روحي نختبره من الآن في بيت الآب. أعمل بعض المقابلات السريعة. لا تضطرب قلوبكم، أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي. في بيت أبي منازل كثيرة، في بيت أبي رئيس هذا العالم. الواقع الروحي الموجود في الأرض النهاردة هو العالم. أرجو أن الرب يعطينا فطنة ونستوعب الكلام اللي بقوله. يوجد واقع روحي يسود في الأرض اسمه العالم. الكتاب المقدس لما بيتكلم عن العالم، أرجوكم ما نلخبطش بين ثلاث معاني للعالم. يتكلم عن العالم باعتبارهم البشر اللي في الأرض، هكذا أحب الله العالم. يتكلم عن العالم باعتباره الخليقة، كان في العالم وكون العالم به. لكن يتكلم عن العالم أيضا باعتباره نظام روحي، واقع روحي، اللي يتكلم عنه الرسول يوحنا، يقول لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم. أيها الزنات والزواني، يعقوب يقول ألستم تعلمون أن محبة العالم عداوة لله؟ ولاحظوا يا أحبائي أنه هنا لا يتكلم عن محبة العالم. مش معقول يكون بيقول لي ما تحبش البشر، ولا معقول بيقول لي ما تحبش الطبيعة، لكن بيقول لي ما تحبش الواقع الروحي اللي موجود في الأرض. واللي النهاردة يسوع بيقدم لك واقع روحي بديل لي، هو الشركة مع الآب ومع ابنه، هو بيت الآب الذي تنتمي إليه. معظمنا يعرف أنه المسيح يواجه ثلاث أعداء، حد فاكرهم عشان أطمنكم حافظين؟ إبليس والجسد والعالم، يتكرروا كتير قوي. ولو تلاحظوا دايما دايما أنه لما يتكلم عن إبليس يتكلم في مقابلة لي، ده بنسميه، بيسموه البعض ثالوث نجس، إبليس والجسد والعالم. لما يتكلم عن إبليس
يتكلم أن المقاوم لإبليس والمنتصر على إبليس هو الرب يسوع. رئيس هذا العالم يأتي وليس له فيه شيء. جرد الرياسات والسلاطين، ربط القوي ونهب أمتعته. والأقنوم المواجه للجسد، حد فاكر، هو الروح القدس. الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد، فمن يقاوم الجسد هو الروح القدس. والأقنوم الذي يواجه العالم هو الآب. اسمعوا هذه العبارات في يوحنا الأولى أصحاح 2: لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن كل ما في العالم هو شهوة الجسد، شهوة العيون، تعظم المعيشة. اسمعوا بقية الآية: ليست من الآب بل من العالم، والعالم يمضي وشهوته، وأما الذي يصنع مشيئة الله يثبت إلى الأبد. فالآب يكون واقع روحي جديد مضاد ومناوئ ومقاوم للعالم. فإما أنك تعيش في العالم أو تعيش في الواقع الذي يؤسسه الآب. الواقع الذي أسسه إبليس هو العالم، وكلمة العالم تعني نظام أو نظام مزين، كوزموس، منها جاية كوزموتكس، أدوات التجميل، ومنها كلمة نظام. فهو نظام مزين ليجذب ليخدع، لكن هذا النظام المزين الخادع الذي يقدم شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيشة هو نظام شيطاني وسوف يزول. العالم يمضي وشهوته، لكن في المقابل الله مش بيعمل نظام مزين، الله بيقدم بيت. إبليس يقدم العالم والآب يقدم بيت. والحقيقة بعد خبرة طويلة في هذه الحياة، كل يوم يتعمق في الإحساس أني أحتاج إلى بيت، أحتاج إلى دفء البيت، أحتاج إلى حنان البيت، أحتاج إلى راحة البيت، أحتاج إلى البيت، أحتاج إلى بيت وبيت أبي يضمني. إن معاناتي كباقي البشر هي معاناة ضلال الابن بعيدا عن بيت أبيه، وأبي أعد لي بيتا. لم يعد لي نظاما مزينا خادعا كاذبا، لكنه يعد لي بيتا يشبع أعمق احتياجاتي الإنسانية. أكون في البيت إنسانا، أكون في العالم سرابا ووهما. أخذ شهوات الجسد، أخذ شهوات العيون، وأخذ تعظم المعيشة، وأكتشف في النهاية أنها خواء وسراب وضياع. يأخذ مني كل شيء ويضيع أثمن ما عندي، حتى أن المسيح يقول: ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ في بيت أبي أجد نفسي، أربح نفسي، وفي العالم أخسر نفسي. لكن أيضا العالم عليه رئيس، البيت عليه أب، فيصنع المقابلة بين البداية والنهاية، بيت الآب ورئيس هذا العالم. عندما تكون في هذا العالم فهذا العالم له رئيس، له سلطة تسود. لكن عندما تكون في الواقع الروحي المسيحي يقدم لك بيت الآب، والآب صحيح له سلطة لكنه يعول ويحمي وليس مجرد يسود ويسيطر. بيت الآب، الأب
هو العطية المفقودة في هذه الأيام والتي يحتاج إليها الإنسان، يحتاج إلى حضن أبيه ويحتاج إلى بيت أبيه. وفي حضن الآب وفي بيت الآب هو ده الواقع الروحي الوحيد الذي فيه تعود للإنسان إنسانيته ويصبح بالحق إنسانا. لكن أيضا عندما يتكلم الرب يسوع واصفا هذا الواقع الروحي، يتكلم عن أنه سوف يذهب ويمضي ليعد المكان. أنا مش بصدد شرح يوحنا 14، ومعروف لمعظمنا أنه إعداد المكان مش قاعد بيشرف على صنايعية بيجهزوا بيوت هذا الخيال المريض، لكن أمضي لأعد لكم مكان، أمضي لأنتصر على الموت، أمضي لأقيد إبليس وأنتصر عليه وأسحقه، أمضي لأشق الحجاب وأفتح لكم الباب، أمضي لأرش الدم، دمي أدخل بدم نفسه إلى الأقداس فوجد فداء أبديا، أمضي وحدي، أمضي بمفردي لأعد لكم مكان، أي لكي أفتح الطريق وأوجد لكم وضعا شرعيا قانونيا وأيضا روحيا حقيقيا في هذا الواقع الجديد بدون الصليب اللي ما نعرفش كان بيحصل إيه فيه، وبدون القيامة ما كان يمكن أن يوجد هذا الواقع الروحي الجديد. لكن المسيح مات وقام وصعد وأرسل الروح القدس، هذا هو مشروع الفداء، وهكذا يتكون الواقع الجديد الذي نعيش فيه. لكن عندما يسترسل في وصف هذا الواقع بيكلم التلاميذ وبيقول لهم على فكرة لو كنتم عرفتموني لعرفتم أبي، وقد عرفتموه ورأيتموه. ففيلبس قال له أرنا الآب وكفانا، قال له أنا معكم زمانا هذا مدته ولم تعرفني يا فيلبس، من رآني فقد رأى الآب. أنت مش واخد بالك أن الآب حال فيا وهو اللي بيعمل أعمال وأنا في الآب والآب فيا؟ يبدو أن هذا الواقع الروحي يتميز بالشركة العميقة جدا بين أفراده، فالآب في الإبن والإبن في الآب. لو يستكمل بعد كده ويقول وبدخولكم إلى هذا الواقع لن تكونوا متفرجين، لن تكونوا حاضرين، لكن ستكونوا جزءا من هذا الواقع، لأنه في ذلك اليوم لما يسكن فيكم الروح القدس وينقلكم النقلة العظيمة دي، مش هتبقوا بتتفرجوا وطاروا الآب في الإبن والإبن في الآب، لكن يضيف شيء ويقول وإنتم تكونوا فيا وأنا أكون فيكم. جو شركة عجيب في هذا الواقع الروحي الجديد الذي يؤسسه المسيح. المقابل في العالم الذي رئيسه إبليس هو التنافس، هو التصادم، هو الغيرة، هو الحسد، هو التشتت والتشظي والتشرذم، هو كل شخص يريد أن يأخذ مكان غيره. لكن لما تقرأ الأصحاح وتشوف روعة الكلام، آتي أيضا أخذكم إلي، اسمع، حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم، مكاني مكانكم، كرامتي كرامتكم، كل ما لي أعطيه لكم. لما نقرأ وهو بيكلم ملائكة الكنائس السبعة من ضمن الكلام يقول من يغلب سيجلس معي في عرشي كما غلبت أنا وجلست مع أبي في عرشه. في هذا الواقع الروحي الجديد، واحدة من أكبر العلامات اللي ممكن تميز في أي واقع تعيش، هل تنافس أم أنك في شركة مع إخوتك؟ في هذا الواقع الروحي الذي يؤسسه الآب والذي ننتقل إليه بعمل المسيح وسكن الروح القدس، هناك عمل، وعمل عظيم. رب يسوع بيقول أكبر دليل على أن الآب حال فيا هو الأعمال التي أنا
عملتها. واحدة من الأخطاء أيضا اللي أرجو أن احنا نصححها، إنه لما بنقرأ العدد ده بنلخبط ما بين الآيات اللي عملها وما بين الأعمال اللي عملها. الرب هنا لا يتكلم عن الآيات لكن يتكلم عن الأعمال، وحتى اختار من الأعمال عينة لما حب يدلل على هذا، يقول صدقوني إني في الآب والآب فيا. قبلها يقول الكلام الذي أكلمكم به لست أتكلم به من نفسي، لكن الآب الحال فيا هو يعمل الأعمال. فالأعمال اللي بيشير إليها هنا حتى تصل إلى الكلام الذي كان يتكلم به. هناك عمل، وعمل عظيم. الأعمال التي عملها الرب يسوع كانت لتكشف مجد الآب، تكشف محبة الآب، تكشف حكمة الآب، تكشف أخلاق الآب. في يوحنا 17 يقول له أنا مجدتك على الأرض. كيف مجده على الأرض؟ العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته. كيف؟ أنا أظهرت اسمك للناس الذين أعطيتني من العالم. تخيلوا أحبائي أن الرب يسوع يبشر التلاميذ في تلك الليلة أنه سينقلهم إلى واقع روحي في شركة مع الآب والابن والروح القدس، في شركة مع الثالوث الأقدس، سينقلوا حضور الله إلى الأرض وأعمال الله يعملونها في الأرض. والرب يسوع سيكون مشرفا بنفسه على إتمام هذه الأفعال من خلال كنيسته لكي يتمجد الآب في الابن. كيف يتمجد الآب؟ هو اللي بيقول كده الرب يسوع، بيقول لهم إني اللي هتسألوه باسمي أفعله ليتمجد الآب بالابن. يتمجد الآب بالابن بأن يظهر الآب في الأرض، بس مش من خلال المسيح وحده كما كان في أيام تجسده، لكن من خلال اتحادنا معه في هذا الواقع الروحي الجديد. فاكرين كم نقطة قلتهم لغاية دلوقتي؟ في الواقع الروحي الجديد بيت مش عالم، وأب مش رئيس، وشركة مش تنافس، وعمل مش عبودية. عمل مع الآب والابن، الآب في الابن والابن فينا، يعمل الأعمال ويمجد الآب، وساعتها حياتنا يبقى ليها معنى، لأن الآب والابن والروح القدس بياخدونا في فرص إلهية لنعمل أعمال إلهية يتمجد بها الآب في العالم، يتمجد بها الآب بين الناس. أتمنى أن يكون كلامي مفهوم، لكن هحاول أوضحه أكثر. الفرص الإلهية لكي تعمل أعمال إلهية قد تكون أشياء بسيطة للغاية، لكن هذه الأشياء البسيطة للغاية التي ليس لها ضجيج وربما لا يحترمها العالم، لكنك أنت في أعماقك تبقى عارف كويس أن دي فرص إلهية، وأنك عملت أعمال إلهية، وأن أثر هذه الأعمال أثرا باقيا. الأعمال الإلهية على فكرة، يسوع مش كانت كل حياته بيمشي على البحر وبيقوم ميتين وبيشفي عيانين. يسوع كان يبكي، وكان بكاءه عملا إلهيا. كم واحد عايز هذا العمل الإلهي؟ لا، احنا عايزين نعمل حاجات عظيمة. طب على فكرة من الأعمال العظيمة اللي عملها يسوع انه بكى مع الباكي. من الأعمال العظيمة اللي عملها يسوع أنه أخذ بيد الرجل الموجوع المجروح المكسور، وأن يسوع. من الأعمال العظيمة التي عملها يسوع ليظهر بها الآب، وكان الآب الحال فيه يعمل الأعمال، أنه بكى، وأنه أن، وأنه تعب من السفر وجلس هكذا على البير ليبشر امرأة مرفوضة من المجتمع ويروي عطشها. يبدو أن قلوبنا الخادعة الشريرة تختار لنا من قائمة الأعمال التي عملها يسوع الأشياء العظيمة التي نتمجد بها نحن
وليست الأشياء التي تظهر أخلاق أبينا الذي دعانا. الحاجات العجيبة والعظيمة والخفية والسرية والحقيقية اللي ممكن تمجد الله مجدا حقيقيا لا نطلبها ولا نشتهيها. لكن هذه هي الأعمال التي عملها يسوع اللي بيقول له أنا مجدتك على الأرض لأني أكملت العمل، أطعتك كل يوم. نبوة عن العبد ده اللي هو يسوع في إشعياء 49 يقول يوقظ لي أذنا كل صباح لأسمع كالمتعلمين. السيد الرب فتح لي أذنا وأنا لم أعاند، إلى الوراء لم أرتد، بذلت ظهري للضاربين، خدي للناتفين، وجهي عن العار والبصق لم أصر. هي دي الأعمال اللي كان بيعملها يسوع. صح، بس كان كمان بيعمل معجزات. احنا عايزين نعمل المعجزات وما لناش دعوة بالأعمال دي. يسوع مجد الآب في الأرض بأنه أطاع الآب في كل شيء. تعرفوا إيه أعظم عمل عمله؟ نهاية الأصحاح ده، رئيس هذا العالم يأتي وليس له في شيء. لو تجيب لنا العدد ده من فضلك، وبعدين يقول، يختم ويقول لكن ليفهم العالم أني أحب الآب وكما أوصاني الآب هكذا أفعل. قوموا ننطلق من ها هنا. يروح على فين؟ يروح على فين؟ قوموا ننطلق. هتروح على فين؟ رايح رحلة جميلة، رايح للصليب. يفهم العالم أني أحب الآب. الواقع الروحي فيه عمل حقيقي مع الآب، مع الآب والابن بقوة الروح القدس. خلاصته أن يظهر الآب في هذا العالم. إيه اللي محتاجه العالم النهاردة؟ مش محتاج إلى الإبهار، لكن محتاج إلى إظهار الآب لعالم محطم ومأزوم. لكن في العالم لا يوجد عمل، توجد عبودية. أرجوكم تفحصوا بدقة ما يقدمه العالم. يقدم لكي يستعبد، يقدم نجاحا ماليا لكي يصبح صاحب العمل عبدا للمال، يقدم نجاحا أحيانا في شهرة عظيمة في مركز ومنصب عالي ليصبح الشخص في قلق دائم وعبودية شديدة لمنصبه. العالم يقدم شهوات الجسد ليحول الشخص إلى مدمن ذليل عبد للمادة التي يستعملها أو للبورنوغرافي اللي بيتفرج عليه. في العالم لا يقدم إبليس عملا مبدعا منتجا يحققك ويكونك، لكن يقدم فخاخا وشراكا تستعبدك. أمر آخر في هذا الأصحاح، في الواقع الروحي القوة المحركة والمؤثرة التي ينقلنا الواقع الروحي الذي ينقلنا إليه المسيح، القوة المحركة هي قوة الروح القدس ويسميه روح الحق. وبيقول برضو مقابلة أخرى عن روح الحق أن العالم لا يعرفه، لا يراه، لا يقبله. ثلاث تعاملات مع الروح القدس، من سيستم، من نظام، من الكوزموس، من النظام اللي أسسه إبليس. العالم لا يرى الروح القدس، لا يعرف الروح القدس، لا يقبل الروح القدس. ليه؟ سماه اسم هنا يكشف السر، لأن الروح القدس اسمه روح الحق، والعالم كله قائم على الأكاذيب. العالم ما بيقدمش غير الكذب، وإذا قدمت له الحق ينفر ويرفض ويعاديك. لكن الروح القدس هو روح الحق. أكتر شيء هيندم عليه الناس عند مجيء المسيح أو حتى قبل مجيء المسيح هو اكتشاف مرعب أنه اتضحك عليهم. أسوأ شيء بيدمر قلب الإنسان لو عاش سنين واكتشف بعديها أنه كان مخدوع.
مضحوك عليه. العالم كله سيكتشف أنه كان يعيش كذبة كبيرة، والواقع الروحي الوحيد الصادق هو الواقع الذي يخلقه الروح القدس، روح الحق. لكن أخيرا أصل إلى هذا العدد العظيم. رب يقول لهم لا أترككم يتامى، لن تظلوا طويلا في هذه الحالة من اليتم. الكلمة اللي استعملها الرب يسوع كانت تستعمل في اللغة اليونانية عن الطفل الذي فقد أسرته أو التلميذ الذي فقد معلمه. والحقيقة الرب يسوع في فترة وجوده مع التلاميذ أظهر لهم مشاعر أبوية، لدرجة أنه في يوحنا 13 يقول لهم يا أولادي. لكن أيضا كان المعلم الذي كان يقودهم ويرشدهم، وبفقدانه هم صاروا في حالة من اليتم. لكن الرب بيقول لهم مش هسيبكم في الحالة دي، إني آتي إليكم، آتي إليكم، هجلكم بعد 3 أيام، وعندما آتي إليكم سينتهي يتمكم. في 3 أيام دول أنا مش سايبكم علشان عندي فسحة ولا رايح عندي مشروع خاص، أنا أمضي لأعد لكم مكان، أنا أمضي لكي ما أؤسس لكم أروع واقع روحي، لكي أخذكم إلى كنعان، أخذكم إلى الأرض التي تفيض لبنا وعسلا، أنا أمضي لأشق البحر أمامكم وأسحق الأعداء وأهيئ لكم مكانا، أجيء بكم إليه وأغرسكم فيه لكي ما تستمتعوا ببركات، مش ببركات، بكل بركة روحية في السماويات. السماويات مش السماء، لكن السماويات هي هذا الواقع الروحي الجديد الذي أسسه المسيح بعمله على الصليب. إني آتي إليكم بعد قليل، بعد قليل، عدد 19، لا يراني العالم، بعدما أدفن لن يراني العالم، أما أنتم فترونني. تشوفون يسوع بعد قيامته لم يظهر قط لأي شخص من العالم، أما أنتم فترونني. ثم يعلن هذا الإعلان، إني أنا حي فأنتم ستحيون، لقد مضيت وقهرت لكم الموت وسأعود إليكم منتصرا غالبا لأهبكم الحياة. أعتقد معظمنا يفتكر أول لقاء للرب يسوع مع التلاميذ بعد قيامته، قال لهم اقبلوا الروح القدس، ولما قال هذا عمل إيه؟ حد فاكر؟ نفخ وقال لهم اقبلوا الروح القدس. كان الرب يسوع يعطيهم النفخة دي، ما تكررتش غير مرة تاني في سفر التكوين عندما خلق الرب الإله آدم، فصار آدم نفسا حيا. رب يسوع هنا بيقولهم إني أنا حي سأقهر الموت. يقول لي يوحنا في رؤيا 1، أنا الذي كنت ميتا وها أنا حي إلى أبد الأبدين، أنا اللي غلبت الموت يا يوحنا، سآتي إليكم بالحياة وأهبكم الحياة، إني أنا حي فأنتم ستحيون. في ذلك اليوم تعلمون إني أنا في أبي، مش يوم مجيء المسيح، لكن عندما تمتلكوا هذه الحياة بقوة الروح القدس تعلموا إني أنا في أبي وأنتم في وأنا فيكم. الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي يحبني. بص العبارة دي فيها كم مرة كلمة محبة، وأختم بها حديثي. الذي عنده وصاياي ويحفظها هو الذي يحبني، والذي يحبني يحبه أبي، وأنا أحبه وأظهر له ذاتي. السمة الأخيرة التي تميز هذا الواقع الروحي الجديد هي المحبة، والمقابل بتاعها في العالم البغضة والكراهية. يحبني، أنا أحبه، أبي يحبه، وأنا أحب الآب. المسيح يحب التلاميذ، التلاميذ يحبوا المسيح، المسيح بيحب الآب، الآب بيحب المسيح. الواقع الروحي الجديد
هو واقع المحبة، بينما العالم واقعه البغضة والشر. أكتفي بهذا كسرد للواقعين، الآب وبيته والعالم ورئيسه. أخوتي، أتساءل بإخلاص، وأرجو أن كل واحد وواحدة فينا يسأل نفسه، في أي واقع أنت عايش؟ أنت فين؟ أنا فين؟ أنا فين؟ هل الواقع الروحي بتاعي مجموعة وصايا أخلاقية؟ انضمام إلى عضوية كنسية؟ ما هو الواقع الروحي؟ هل أعيش في هذا الواقع اللي المسيح تكلف حياته ومات وحارب وانتصر لكي ينقلنا إليه؟ أخشى أن يحدث معنا ما حدث مع بني إسرائيل، أن الرب نقلهم هذه النقلة العظيمة، لكن للأسف لم يستمتعوا بهذا الواقع وجثثهم سقطت في القفر. هل دخلنا روحيا إلى هذا الواقع؟ هل اختتنا ختانا روحيا حقيقيا وسلمنا حياتنا فعلا للرب يسوع؟ ربما تكون فعلا مؤمن حقيقي وسكن فيك الروح القدس، لكن أعتقد أنه كلام الرب في هذا الأصحاح إذا يعني اخترت حاجة كررها أكثر من مرة وشدد عليها، الذي يحبني يحفظ وصاياي وأنا أحبه. هذه المحبة محبة مشروطة، هذه المحبة محبة مشروطة، أن تحفظ وصايا الرب، أن تحفظ كلام الرب. إن اختبار العيش في هذا الواقع يختلف عن أن يكون من حقك أن تنتمي إليه اسما، لكن اختباره يأتي عندما نحفظ وصاياي. إن أحبني أحد يحفظ وصاياي. أدعوكم يا إخوتي وأدعو نفسي إلى طاعة وصايا الرب، أن نعيش في الصغيرة والكبيرة، في الخفاء والعلن، نطيع وصايا الرب. أن يكون شعارنا فعلا جعلت الرب أمامي في كل حين، لأنه عن يميني فلا أتزعزع. إخوتي الأحباء، أدعوكم وأدعو نفسي ألا نفرط في هذا الغنى الذي لنا، أن ندخل إلى بيت أبينا، إلى عالمنا، إلى واقعنا الروحي. وهذا اسمعوني، أرجوكم اسمعوني، هذا لن يغيبنا عن الواقع الأرضي، لكن يجعلنا نجيد التعامل معه. هذا سيفصلنا عن العالم، لكن لن يعزلنا عنه، بالعكس سيجعلنا ننتصر عليه. هذه هي الغلبة التي تغلب العالم، إيماننا، إيماننا بهذا الواقع. لما الرب بيقول أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي. لماذا أرى إخوتي مسحوقين من الواقع الشرير اللي في العالم؟ لأننا لا نعيش واقعنا الروحي. العيش في واقعنا الروحي لن تجعلنا مغيبين، لن تعزلنا عن الواقع الحرفي في هذا العالم، لكن تخلينا فوقه، تخلينا قادرين على أن ننتصر عليه، تخلينا ما نتخدعش بخداعه، تخلينا ما يضحكش علينا من أكاذيبه وشهواته، وبالتالي ما نتورطش في مصايبه وبلاويه. نحتاج أن نغوص ونتعمق في واقعنا الروحي الذي أسسه لنا المسيح، لكي فعلا ما نستطيع أن نغلب هذا العالم. إذا اشتهينا غلبة حقيقية على مخاوفه، على تنافسه، على شهواته وخداعه، مش مطلوب مننا نحارب فيه. ما عندناش وصية تقول لنا حربوا العالم، لكن عندنا وصايا بتقول احفظوا وصايا الرب وتعمقوا في عالمكم، ستجدوا أنفسكم أقوياء بالقدر الكافي الذي يجعلكم تغلبون هذا العالم. أرجو أن نقف جميعا ونحن في
لحظات صدق أمام الرب، نقدم له الشكر على الصنيع العظيم الذي صنعه. لقد مضى وحده بمفرده، دخل ظلمة الليل، حقق الانتصار بمفرده، لكن أتى إلينا يزف البشرى بأنه يستطيع أن ينقلنا الآن وقبل أن يأتي ثانية، ينقلنا إلى واقع روحي جديد. قل يا رب أنا عايز النقلة دي، عايز أبقى فيه ومش منه، ليس من العالم كما أني أنا لست من العالم، عايز أبقى بغلبه مش بيغلبني، عايز قيم بيتك يا أبي هي التي تحكمني وليس قيم هذا العالم. إذا كنت تشعر أو تشعري إنك لم تنل هذا الخلاص إلى الآن، ما زلت في أرض العبودية ذليل مكسور مجروح، رب يسوع يقدم لك نفسه كالمخلص. اقبلي واقبل خلاص الرب ويده الممدودة. التفتوا إلي وانظروا، التفتوا إلي واخلصوا يا جميع أقاصي الأرض، لأني أنا الله وليس آخر. الخلاص من العالم ما يقدرش عليه غير المسيح. فغلطية واحد يقول بذل نفسه ليفدينا لينقذنا من العالم الحاضر الشرير حسب إرادة الله وأبينا. رب الحبيب يسوع، أتضرع إليك أن يملأ حضورك هذا المكان كما ملأ حضورك تلك العلية في تلك الليلة، ليملأ حضورك هذا المكان وتسمع صوتك لكل ابنة غالية وابن غالي على قلبك. اسمع صوتك وكرر نفس الكلام، لا تضطرب قلوبكم، علمنا من جديد أن الأمان ليس في مكان لكن الأمان في بيت أبينا، في واقعنا الروحي الذي يغلب هذا العالم. شوق قلوبنا، شوق قلوبنا لكنعان السماوية بكل بركاتها وفيضانها، واخلق فينا كراهية لهذا العالم الحاضر الشرير. اعمل فينا لنكره عبوديته وتنافسه وكذبه وخداعه، واخلق فينا شوق لحضن أبينا وبيت أبينا. أيها الرب الحبيب يسوع، اعمل في كنيستك في هذه الأيام، واعطنا أن نختبر حريتنا، حريتنا، إذ نعيش في ملكوتك يا ابن محبة الآب. في اسم المسيح يا أبانا اسمع واستجب، آمين. نقترب من عرشك نسكب قلوبنا، نتضع أمامك نطلب حضورك، نقترب من عرشك
نسكب قلوبنا نتضع أمامك نطلب حضورك ألا تعود أنت فتحينا أشعل قلوبنا كي نحيا لمجدك ألا تعود أنت فتحينا أشعل قلوبنا كي نحيا لمجدك هلم يا روح الله تعال كرياح عاصفة العالم سيمضي وشهوته تزول احفظنا من طرقه فلا نحيا في فتور العالم سيمضي وشهوته تزول احفظنا من طرقه فلا نحيا في بجروح مليانة من فيت حبك ترويها لمسة ايدك تشفيها وتردها تاني إليك أرضنا عطشانة بجروح مليانة انت في الوعد امين تلحق
لولا الصليب من أنا يا سيدي، لولاك يا فدي حياتي من أكون، لولاك كنت تائها في غربتي وكان قلبي غارقا تحت الديون. لولا الصليب من أنا يا سيدي، لولاك يا فدي حياتي من أكون، لولاك كنت تائها في ظلمتي وكان قلبي غارقا تحت الديون. فأنا لك ولغيرك لن أكون، فأنا لك ولغيرك لن أكون، ولأجلك كل أضحية تهون، ليس مثلك من يحبني بفؤاده الحنون، ليس مثلك من يحبني بفؤاده الحنون. من يحبني بفؤاده حنون، ليس مثلك من يحبني بفؤاده حنون. قال يسوع: خذوا قلوا، هذا هو جسدي المقشور لأجلكم، اصنعوا هذا لذكري. وكلما أذكر كيف ربي قد بذل نه عن الخطى بدمه، أذل كل ذنبي وردني للسير في رضاه،
وكلما أذكر كيف ربي قد بدلناه عن الخطاة بدمه خلينا نختم بالصلاة ربنية. يا رب اسمعنا حينما ندعو بشكر قائلين أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في التجربة لكن نجينا من الشرير. من مسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد من الآن وإلى الأبد. آمين. ونعمة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس تدوم فينا ومعنا من الآن وإلى الأبد. آمين.